مش بيحكوا عط الخبز لخبازه؟ أحلى شعور عندي بس يكون اللي حضرته بإيدي أشهى فطور لغيري. بتعرفوا شو الوصفة السرية؟ أنا النجاح وصفتي. أنا بصمم نجاحي وفني وين ما تروح بتلاقيه موجود. برسمه وبشتغله بإيدي ليصير حقيقة على أرض الواقع وأفيد فيه غيري. أنا بواكب عالمي وصنعتي بتهمك وبتهمني، وفيها بحقق هدفي وحلمي لأنها بداية طريق النجاح، والطريق هو الأساس. وأنا مهنتي كل مكان بيحتاجها، وين ما تروح بصمتي موجودة، وصنعتي هي النور لحياتي وحياة غيري. أنا بضوي طريقي. ابدأ رحلة النجاح واصنع مستقبلك في قطاع المهن الحرفية من خلال الالتحاق بأحد البرامج التدريبية مع المؤسسات المعتمدة في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني.